هاي أحمد، كيف حالك؟ هاي دانا، شخبارك؟ أنا منيحة الحمد لله. خبرني كيف عم بتقضي وقتك بالبيت؟ طول الوقت في المطبخ قاعد أطبخ، كل يوم قاعد أسوي طبخة جديدة، أطالع مسلسلات، أطالع تلفزيون بشكل كبير والعب فيديو جيمز. والجيمر المحترف أحمد النشيط اليوم مثله مثل كتير ناس بيحاولوا يملوا وقت فراغهم، وهلأ صار فينا نقولكم تاخدوا الكنترولر أو الجويستيك وتبدأوا تلعبوا الفيديو جيمز المفضلة لكم. منظمة الصحة العالمية عم تنصح الأهل يخلوا أولادهم يلعبوا شوي أكثر بالفيديو جيمز بهالفترة الحالية، معقول؟ أكيد أن منظمة الصحة العالمية بتطلب من الناس أن يلعبون ألعاب أكثر لأن يقضون وقتهم وقت تلعب فيديو جيمز، سواء على البلاي ستيشن، على الإكس بوكس، على النينتندو، على البي سي، على الموبايل. قاعد تقضي وقتك مع ناس، ما قاعد تلعب لحالك. ولا تشجع منظمة الصحة العالمية الناس يمارسوا التباعد الاجتماعي، تعاونت مع عدد كبير من صناع ألعاب الفيديو في العالم لإطلاق حملة بعنوان Play Apart Together لتحث الناس على البقاء في المنزل أكثر، حتى كيم كارداشيان ساهمت فيها. بما إنه هلأ إحنا بالعزل المنزلي وعنا كتير وقت، شو البست جيمز اللي ممكن نلعبها؟ بالنسبة لي أنا صراحة قاعد أقضي وقتي قاعد ألعب لعبة Final Fantasy 7 ريميك اللي نزلت على البلاي ستيشن 4. اللعبة رهيبة بشكل مو طبيعي، فيها قصة، فيها طريقة جميلة للقتال، فيها شخصيات، خصوصا إذا تحب تتابع مسلسلات، تتابع أنمي، تتابع هالأشياء، أعتقد إن اللعبة راح تجذبك بشكل كبير. Let us defy destiny together. اللعبة الثانية أكيد فيفا. فيفا تقدر تلعبها إذا كانوا معك ناس في البيت، أنت مع أخوانك، مع أصحابك، الناس اللي أنت جالس معاهم في البيت. فيفا تقدر تلعبها بعد أونلاين. أعتقد من فينا ما يحب كرة القدم؟ الكل يحب كرة القدم. واللعبة الثالثة اللي عندنا إياها Call of Duty. Call of Duty نزل لنا طور رهيب اسمه Warzone مجاني، تقدر تنزله مجاني على البلاي ستيشن أو على الإكس بوكس. 150 لاعب موجودين في خريطة واحدة، تحاول أن تتنافس معهم عشان تكون اللاعب الوحيد اللي يبقى في الجزيرة. فورتنايت بعمل الألعاب الممتعة، كل سيزن يعطينا شيء جديد.